اكيد لازم يعطوهم يعني، لانه ما شاء الله هم الخط الدفاع الاول بالنسبه لنا يعني، ما شاء الله عنهم يعني، وبتعبوا وعم نشوف اصابات في الطاقم نفسه، والله يكون بعونهم يعني. بايد اكيد بايدهم يعني، لانهم هم يعني ناس كثير بيتعبوا يعني، بغيبوا عن بيوتهم كثير يعني، بيناموا برا البيوت، بيتركوا اهاليهم واولادهم، بيناموا برا البيوت بالاسابيع وبالايام، وهم يعني راس المقدم للبلد كله يعني، ويعني كيف بدي احكي لك، بيتعبوا فعلا، بيتعبوا يعني، والله يعطيهم الف عافيه. بالتاكيد بيستحقوا يعني، بيستحقوا الاطباء والممرضين، بيستحقوا علاوات، لانهم بذلوا جهد كبير في مكافحه الكورونا وفي علاج الاشخاص المصابين بالكورونا. انا مؤيد انه يتم اعطائهم علاوات. والله بأيد، والله تعبوا بقصه الكورونا، والله يعطيهم الف عافيه. والله بيستاهلوا كل خير، بيستاهلوا زيادات كمان. والله انا بأيد اكيد، شيء طبيعي، لانه بصراحه هم الواجهه في المجتمع، انا اللي حاسه، وانهم بصراحه هم زي ما بيقولوا خط الدفاع بالاول وبالاخر، فبصراحه بأيد. والسبب انه يعني برضه بيقدموا روحهم وبيقدموا كل امكانياتهم للناس، للمواطنين، حتى انهم يعالجوهم ويمشوا امورهم. جماعه بالخط بتعبوا يعني، قاعدين بيشتغلوا اضعاف ما بيشتغلوا، ما نضلش تعبانين، المفروض يديروا بالهم عليهم يعني، هذول هم الخط الاول، هم اللي بيعالجوا العالم قاعدين. طبعا بأي صرف مكافآت لهم، هذول جماعه حاطين روحهم على كفهم وبسهروا وبتعبوا عشاننا وعشان المواطن. بأيد، نعم بأيد انهم يكافئوهم ويعطوهم حوافز ماليه. بأيد لانه لازم يتأمنوا ويتأمن اولادهم من بعدهم، وقد ما قدموا للوطن لازم يعطوهم. هم عم بداوموا 24 ساعه، الله يعينهم. فبأيد يكون لهم راتب زيادة أو علاوة زيادة لهم. عملهم بضحوا بحياتهم لأجل المواطن. نعم، يعني ممكن أي واحد فيهم ينصاب، وممكن لا قدر الله يصير حالة وفاة. بسبب إيه؟ بسبب عملهم. فأنا بأيد كل يعني كل حاجة بتصب لمصلحتهم بأيدها.